تخيل كده تكون أقوى واحد في العالم وتروح مدرسة سحرية بيحاول شوية من الطلاب يتنمروا عليك فيها. تخيلت ده هتبقى مجزرة. يلا بينا نبدأ ليني. ده هو فاركوس، معروف بهزم الجبابرة وأقوى ملك شياطين على وجه الأرض. بعد هزيمته لكل حكام العالم حس إن العالم بقى فاضي، وبقى كل اللي عاوزه إنه بس يتعرض للهزيمة، وده طبعا علشان الناس كلها بقت بتقول عليه وحش ومفيش حد راضي يصاحبه. وعلشان كده قرر فاركوس إنه يعمل تعويذة تنقله الجسم تاني، ولكن بعد آلاف السنين، على أمل إنه يعرف يكون صداقات في حياته الجديدة وقتها. وبالفعل بعد مرور 3000 سنة بيتولد فاركوس في عائلة مسالمة، العائلة بتسميه أرض، وبيكونوا مبسوطين بيه جدا. وأرض في وقتها بيكون فرحان بولادته الجديدة، وبيقرر إنه يكون صداقات في الزمن ده. وبالفعل بعد وصول أرض ال10 سنوات بتحتفل عيلته بعيد ميلاده، وبيسألوه هو ناوي يعمل ايه في حياته الفترة اللي جاية. أرض بيبتسم كده وبيقرر يكون صداقات كتيرة وقتها. بيطلع من البلكونة بينده على شوية عيال كده علشان يصاحبوه، بس العيال ما بتحبش طريقته وبتمشي وتسيبه. أرض اتصدم، قال هو أنا عملت ايه غلط؟ ايه اللي خلاهم يبعدوا عني؟ أنا هحاول تاني. وبالفعل راح استخبى في جنب كده علشان يتعرف على شوية بنات ماشيين، بس هو واقف حس ان قلبه بينبض بسرعة جدا، بطنه وجعته وحس بالإحراج، والبنات شافته في موقف لا يحسد عليه. بعدها البنات طلعت تجري منه، بس أرض ما استسلمش ونده عليهم على أساس يرضوا صاحبوه كده، ولكن طريقة كلامه كانت وحشة جدا وده خلى البنات تخاف منه وطلعت تجري. وقتها أرض اتعصب وراح على الغابة وقعد يدمر فيها، وقال بالرغم من اني بقيت في هيئة بشري محدش يعرفه الناس برضه لسه بتخاف مني، اكيد في حاجة لازم اعملها. وبالفعل وارض راجع على بيته بيقابل العمدة اورهايدو صاحب لابوه وامه، والعلاقة ما بينهم كويسة. ارض بيسأله وبيقول له ما تعرفش طريقة اكون بيها اصدقاء بسرعة؟ العمدة بص له كده وقال له عندي. ارض اتحمس وقال له بالله عليك قول لي بسرعة. العمدة قال له علشان تصاحب حد لازم تتعامل معاه بطيبة واحترام، والا ما حدش هيرضى يكلمك. ارض فاهم كده واتحمس جدا. العمدة بيكمل كلامه وبيقول له بنتي ولسه ما كملش، وكان ارض قال له انا هروح اتبع نصيحتك واروح احاول اكون اي صداقات مع اي حد. وطبعا ارض راح علشان يعمل زي ما العمدة قال له، ولكن برضه طريقته ما كانتش كويسه لسه، كل لما بيروح لحد ما بيرضاش يصاحبه والكل بيسيبه ويمشي. هنا ارض اتعصب جامد، راح على الغابه علشان يفك عن غضبه، بيحرق له شويه حيوانات مفترسه كده، ولكن برضه لسه متضايق. ارض بيسمع صوت بنت بتزعق بأعلى صوتها بتقول انا بكرهك. بيروح ارض على مكان الصوت علشان يشوف فيه ايه، بيلاقي بنت صغيره بتحارب في وحش سحري قدامها. بيتفرج ارض عليها وبيعرف انها متعصبه هي كمان، وبتفك عن غضبها زيه. البنت بتعمل تعويذه على الوحش وبتخلص عليه. بتشوف ارض وهو واقف وبتقول له بتعمل ايه هنا؟ ارض بيحاول يتعامل معاها بلطف زي ما العمده قال له. البنت وقتها بصت له كده وما فهمتش هو عاوز ايه. أرض قال لها بصوت خفيف كده ممكن نبقى أصحاب. البنت بصت له كده وقالت له أصحاب، وكان باين على صوتها انها مش مرتاحة. ارض في وقتها قال دي اول مرة حد يرد عليا، انا لازم اكمل علشان تبقى صاحبتي. ارض قرب منها فعلا وبدأ يقول لها انت فيكي حاجات كتيرة زيي، تعالي نبقى اعز صحاب وكل ده. والبنت ساكتة ما بتردش، لحد لما البنت بتتعصب وبتقول له انت واحد مقرف وبتسيبه وتمشي، ولكن كانت عينيها مليانة دموع. رجعت على ابوها واللي اتضح ان هو العمدة اورهايدو. يا ما حسن الصدف والله. ارض بيرجع على البيت وبيقول للعمدة انا عملت بكل نصايحك بس مفيش حاجة نفعت. لسه ما كملش الكلام وبيشوف البنت اللي لسه رافضاه، بيقول في باله اكيد دي مش صدفة، لا هي لازم تكون صديقتي، وبالمناسبة البنت دي اسمها ايرينا. المهم ارض كل يوم بيفضل يحاول مع ايرينا علشان تكون صديقته، ولكن كانت رفضها رفض نهائي، وده طبعا كان بسبب مشاكل حصلت لها قبل كده وخلتها وحيدة ومنعزلة عن كل اللي حواليها. بس ارض ما بيزهقش وبيعمل خطط كتيرة علشان يصاحبها،
بيغني لها ويقول لها شعر، ولكن كل حاجة مش نافعة معاها. أرض بيقول في باله أنا مش هستسلم برضه، بيرجع على بيته وبيدور على خطة جديدة، ولكن وهو في البيت بيسمع ناس بتصوت في الشارع وبتقول وحوش هجمت علينا. بيطلع بره وبيلاقي أبوه بيحارب في الوحوش دي. العمدة هو كمان بيجي ويقول لهم إرينا في الجبل ومرجعتش من لما راحت. أرض قلق عليها، قال للعمدة ما تقلقش أنا هرجعها من غير ما يحصل لها حاجة إن شاء الله. استخدم أرض سحر الطيران وراح علشان يلحقها. في الوقت ده إرينا كانت محاصرة من قبل الوحوش وكانت خايفة جدا. الوحوش بتستهزأ بيها وبتقول لها هنقتلك. إرينا في وقتها رمت السيف من إيديها وقالت لهم هي كده كده حياة مملة، اعملوا اللي انتم عاوزينه، ولكن كانت في منتهى الرعب والخوف وقتها. الوحوش بتهجم عليها فعلا وكانت خلاص هتقتلها، ولكن في آخر لحظة بيتدخل أرض وبيحميها من كل الغلاء. بيبص كده أرض على القائد بتاعهم وبيقول له أنا مش من عادتي إن أتنمر على الضعيف اللي زيك، لو مشيت دلوقتي مش هيحصل لك حاجة، ولكن لو فضلت واقف فيا ويلك ويا سواد ليلك. الوحش اتعصب كده وأمر اتنين من أتباعه يهجموا عليه، بس ببصة واحدة منه الوحشين اتدمروا. القائد وقتها اترعب، راح علشان يهرب منه، بس انت رايح فين يا معلم؟ بوم بيخلص عليه هو كمان. بعدها بيروح أرضه على إيرينا بيقول لها انت كويسه؟ بتقول له إيرينا انت جيت لي، انا عاوز اموت، انا وحيده ومعزوله ومفيش حد بيحبني. أرض بيقول لها لو سمحت ما تقوليش كده، انا ممكن اكون معرفش اللي حصل معاك بالظبط، بس انا عارف الالم اللي بينتج من الشعور بالوحده. انا بجد حابب اكون صديقك للابد يا ايرينا. ايرينا بتتاثر بكلامه وبتقوله يعني انت مش هتخوني زي بقيه الناس؟ ارض بيقول لها استحاله، بتقول له هتفضل صديقي لحد اخر يوم في حياتي. ارض بيقول لها معاك على طول ان شاء الله. بتوافق ايرينا على الصداقه، وهنا كان اول انتصار لارض بعد ولادته الجديده. جمال جمال والله. بعدها بتعدي السنين وبيكبر الاتنين، وبيجي وقت التحاقهم لأكاديمية السحر، وهنا بتبدأ حلاوة الأنمي. بيقدم هما الاتنين على الأكاديمية وبيقعدوا مع المدير، وهم قاعدين بيقول لهم المدير على الامتحانات وإنهم لازم يعدوا امتحانين، امتحان كتابي وامتحان تاني بيقيس طاقتهم السحرية. وبالفعل بيتعمل الامتحان فعلا والنتيجة بتبان. إيرينا بتكون من أوائل الناجحين واسمها في الأول، وبعد ما شافت اسمها كانت في قمة الانشكاح والسعادة. أما أرض فكان بيبص على اسمه ومش لاقيه خالص، فين وفين لما لقى اسمه وكان تحت خالص، ولكن كانت درجاته صفر. الواد وشه قلب وقال هو أنا ما ذاكرتش كويس ولا إيه؟ وهنا بيجي المدير وبيبارك لهم على نجاحهم هما الاتنين. لا ومش بس كده، ده بيهني ارض على اجاباته وبيقول له ان اجاباته صح اكتر من نموذج الاجابه الاصلي، يعني بمعنى الكلام احنا عطينا لك صفر علشان مش عارفين نكتب لك ايه يا ابني والله. وبينادي المدير على باقي الطلاب وبيقول لهم انتم محظوظين علشان هتدرسوا مع العبقري ده. ارض بيقول يا عم اهدى يا عم، انا مجرد قروي عادي. ولكن اللي ما يعرفوش ارض ان ابوه وامه كانوا بطلين قبل كده، وهم اللي قتلوا تنين عملاق كان بيهدد المملكه في الماضي. يعني من الاخر كده عيلته طلعت جامدة اخر حاجة. كنت عاوز تعيش في عيلة عادية يا عم؟ طب البس. المهم بعدها بيروح ارض وايرينا على الفصل، الطلاب كلهم بيتلموا حواليهم والمعجبين بقوا في كل حتة، وزي ما في معجبين في برضه ناس ما بيكونش عاجبها الوضع. المهم هما في الفصل بيسمعوا ولد بيزعق لبنت بيقول لها انت مفيش منك اي فايدة، وبيضربها بالقلم قدام الفصل كله. ارض شافه ولسه رايح يتكلم وبيلاقي ايرينا بتقوله انت بتضربها ليه؟ انت انسان مش محترم على فكرة. الواد بص لهم كده وقال لهم دي خدامه عند عيلتي، طاقتها السحريه ضعيفه جدا واكيد اخوت لها حد علشان تدخل المدرسه هنا مش اكتر. ارض بعد ما سمع الكلام اتعصب، قال له اعتذر لها. الواد قال له لا، لو عاوزني اعتذر لها لازم تفوز عليا في نزال واحد لواحد. ارض لسه هيوافق وبيلاقي ايرينا بتقول له لا ما تقبلش التحدي يا ارض، ده واحد من اقوى السحرة في المملكه ويمكن يكون اقوى من المدرسين هنا حتى. ولكن فجاه وهي بتتكلم بتدخل عليهم اوليفيا مدرسه الفصل اللي هم فيه. ارض بيسمعها وبيترعب بيقول ده صوت اوليفيا، ايه اللي جابها هنا؟
واتضح ان اوليفيا دي كانت قائدة في قوات فاركوس ايام غزواته. ارد بيقول في سره: هي اكيد عرفتني وجاية هنا علشان تعاقبني علشان سبت مسؤولياتي واتولدت في الزمن ده. ولكن اوليفيا لسه مش عارفة اصلا. بتروح عليه وبتقول له: انت عامل المشاكل في الفصل بتاعي من اول يوم. ارد بيقول لها: انا اسف. اوليفيا بتقول له: انا عاجبني حوار النزال اللي هيبقى ما بينك انت والولد ده، يلا بينا علشان تبداوا النزال وانا هتفرج. شكلها هتولع يا معلم. بدأ النزال ما بين الاتنين فعلا. الواد بيستفز ارض بالكلام وبيقول له: جاهز علشان هخلص عليك. هجم عليه فعلا ولكن بدون اي فايدة. ارض ما اتحركش من مكانه ولا تهز منه شعره. الواد قال له: ده انا اوريكي اللي عندي بقى. ارض بيقول له: يا ريت والله علشان ما نمشي منك. الواد اتعصب وعمل تعويذة قوية جدا بيضرب بيها ارض وبيسميها لهب جيجا. ارض اتصدم وبيقول له: انت مفكر التعويذة دي لهب جيجا؟ دي مجرد نار عادية يا ابني، لو بتستظرف فبلاش تتساهل وقاتل بجدية. الكل كان واقف مظلوم من قوة ارض واللي بيحصل مع الولد ده. الواد بعد الكلام كله اتعصب على اخره، جمع كل قوته وملى المكان كله نار، بس كله ما اثرش على ارض ولا خلاه يتحرك من مكانه، وقال له: تعالى بقى وانا اوريك لهب جيجا الحقيقي. ارض بيعمل تعويذه بتهز المكان كله، الكل واقف مبهور من قوه التعويذه. الواد بعد ما حس انه مش هيعمل حاجه استسلم وقال له: انا اسف اني اتحديتك اصلا. وهنا كانت ايرينا وجيني في قمه السعاده، وبالمناسبه جيني هي البنت اللي كان بيتنمر عليها. بعدها بيروح ارض على الواد وبيقول له: ما عدتش تتحدى حد انت مش قده. فبيسيبه الولد وبيمشي. ولكن بعد ما بيمشي بتروح اوليفيا على ارض بتقول له: انت عملت تعويذه تانيه علشان تحمي الولد مع تعويذه جيجا صح؟ ارض بيقول لها: ايوه، علشان الولد ما يتبخرش منها. اوليفيا بتقول له: يعني انت عملت تعويذتين في نفس الوقت؟ العيال كلها اتصدمت، واتضح ان التعويذ المزدوجه مهاره مفقوده في الزمن الحالي. وهنا اوليفيا بدات تشك فيه، قالت له: هيجي يوم واعرف كل اللي انت مخبيه. وبعدين سابته ومشت. وتاني يوم بتجمعهم اوليفيا علشان ينزلوا يتدربوا في الدماس.